أنور السادات يعتبر أن هو كان النائب الوحيد وده غير حقيقي. أنا نائب من 61 حد 75. 28 سبتمبر 1970 توفى الرئيس جمال عبد الناصر بشكل مفاجئ، وكان دستور مصر وقتها بنص أنه في حالة وفاة الرئيس يتولى النائب الأول رئاسة الجمهورية إلى أن تتم عملية الاستفتاء. في عام 1961 عين الرئيس جمال عبد الناصر حسين الشافعي نائب لرئيس الجمهورية، وفي عام 1969 عين أنور السادات نائب لرئيس الجمهورية، ولما توفى كان بجانبه 2 نواب لرئيس الجمهورية ومحددش مين فيهم النائب الأول. بعد وفاة الرئيس اجتمعت اللجنة المركزية العليا للاتحاد الاشتراكي لاختيار رئيس الجمهورية، وأجمع أعضاء اللجنة على الإسراع في تعيين أنور السادات رئيسا للجمهورية وسط ذهول من حسين الشافعي، واللي كان شايف إنه الأحق بالمنصب، خصوصا إن السادات أثناء فترة حكم عبد الناصر كان بيتهم بالضعف وعدم معرفته بالأمور. اختار أعضاء اللجنة أنور السادات ظنا منهم إنه ضعيف الشخصية ويسهل السيطرة عليه، وده اللي أثبت السادات عكسه لما قام بالقبض عليهم بعد عام من توليه الرئاسة في معارف بقضية مراكز القوة.